تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوة. والنتيل سكر عليها. سوريا بيت يا سوريا عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قروكو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر اهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو، هوى 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 لغاية ما تشعلي. الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي ده كل الحجاره ولعت. بقول لك ايه يا بنت؟ نعم. ما تمسحي ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عيني الاثنين، بس مش قدام الرجاله. انا هسيبها لك على فوق حضرتك. عيني عليكي بنت متعاونه، بس محتاجة مجهود. اه لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت وامشي الرجالة. هاي يا علي طمني. اتكلم ولا نطق بكلمة، نفس اللي قاله لك. يا اخي زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعة خالص. يا باشا زي الغنم، عصاية واحدة تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكاية دي ممكن توصلك للإعدام، ولا كأنه سمعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، إنه ينطق بكلمة أبدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجة ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا أهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعية، نفس التناحة والسنتحة، أكنهم ضربين من نفس الشريط. علي أنا عاوز أعرف كل حاجة عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا أهله وعيلته ومراته. يا علي أنا ما أقصدش ده، هما أهله يفرقوا عنه في حاجة. أنا عاوز أعرف أصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هما دول يا علي اللي في الآخر ممكن يوصلونا لأول خيط نجيب بيه آخر السجادة. أوامرك. مدام كرامة، الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه. إحنا كنا تقدمنا كتير، كتير قوي. إنما بس اللي حصل دلوقتي، أنا شايف إن الحالة اتأخرت جدا. ومش لاقي تفسير دوت. انت مش ماشي على علاج ولا ايه؟ طب ما في ايه بس؟ الحقيقة انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجة مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحة معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي بإذن الله، بس كل حاجة هتيجي في وقتها. ثقي إنك ممكن تتكلمي تاني. أنت صحيح جيتيلي متأخر، لكن أنا ما زلت عندي أمل. إنما أي حاجة تانية بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي إن الأدوية اللي أنا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وأنت حامل. هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الأهم إن أنت مش مهيئة نفسياً في الوقت دوت لحمل طفل والأمومة. أنا مش عايزك تكوني متضايقة من صراحتي، بس لازم أكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي. ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل ايه؟
شو؟ بلغني ان مراتك مش هنا. قلت اجي اعمل الواجب. وانت ما بتعرفيش تعملي الواجب في اوضه النوم. الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الاصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج. ما يلزمش. متاكد؟ متاكد. حاجه كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. راشو انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت. ايه؟ معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجي لك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكه بقى عشان يطير. طب ما يطير. هو انا ماسكاه الدنيا براح عليه. يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. اوعد اهل دايرتي الكرام، اول ما رجلي تخطي عتبه المجلس لازم لا منطقه ولا فرد اتواجد. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. واوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا سل بلا اهانه بلا ضرب عن قفا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل يا علوفه. اتفضل. هو في ايه؟ لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ بص، انما قول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامه، بكره الشعب عنده كرامه. كرامه؟ اه مكتوب كرامه؟ اه مكتوب كرامه. اتفضل شيشه المعلم يا كوارع. يا سنت الشباب، بكرة الشعب عنده كرامة. ولا أداوة ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. جنة الشباب اللي حمينا المعلم خميس أفندينا. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه عبد الله على السلامه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. ايه؟ تعالى كتكوت. تعالى البيت. تعالى امرك يا باشا. ريحوا الرجاله. هموت يا بيسا مرعوبه. ايه بس استهدي بالله يا ابله، والمصحف الشريف ده انا حاسه انك واخده عين. عين ما صليتش على النبي. عين وايه؟ مركزه. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي. وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجاه. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف. لا انت اتجننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. Thank you.
كبير. يا شفاعه طمني. البضاعه مان وصلت بالف سلام وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى انت تجهز لي الاسطبل وتخليل السك على الاخر. مش عاوز جنس عامل موجود غيرك انت وخرفوش ورز، فاهم؟ امرك يا كبير. وجيب لي براءه من تحت قطيل الارض لغايه ما اصلي ركعتين شكر. براءه ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحيه الثانيه. ها حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعه؟ ها انت بقى لقط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طباخ السن بيدوقه، وانا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس ادخل ده وامنع ده واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا خش، وماله ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره انا اخترت رمز الوطواط لانه يناسب المرحله. ما هو بجاش هو وطواط المرحله، امال عضلات منفوخه جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض. على قفه ايه؟ بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانه من نهب والفرده والاتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر؟ الذكر اهو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه، والكل بيتبارك بيه وانا اول المتباركين. أنا أفديك الساعة يا فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده أنا كده تبقى اتفتحت لي طاقة القدر، والدنيا زهزهت والحظ أنتم معايا. يا أخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده أنت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيلة كأنك شفت عزرائيل. إيه بياض؟ ده أنت بلطجي قديم. بلطجة خلاص بقت قلة قيمة. أي عيل معاه شلة من أصحابه يقلع ملطه ويمسك سنجة ويثبت أهل حتته. البلطجة عينت، بصيت حواليا قلت أشوف لي سكة تانية. وبدل ما تقفش من جيوب الحارة أو تقفش من جيوب الكل، بقول لك إيه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الآخر كان فيه بيقولوا حاجة كده، الشعب عنده إيه؟ كرامة. غيرها. ليه؟ ما يصحش. آه عندك حق، ما تناسبش المرحلة. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما أنا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ. ماشي. ولا أعلى. Oh!